نشرة الأخبار الرئيسة تأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية يقول أنه لا يجب التعامل مع عدم قبول طلب انضمام الجزائر إلى البريكس كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم. مجمع صنع تراك يعلن اكتشاف 10 حقول جديدة للبترول والغاز. دوليا، لافروف سيرأس الوفد الروسي نيابة عن بوتين في قمة العشرين بالهند سبتمبر المقبل. مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة التي نستهلها اليوم بأول تعليق رسمي من طرف الحكومة على عدم انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، وذلك من خلال تصريح لوزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية. قال فيه أنه لا يجب التعامل مع عدم قبول طلب انضمام الجزائر إلى البريكس كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم، وأن الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الدبلوماسية والاقتصادية، وأن بريكس لم يغير أي شيء في هذه التوجهات ولا في قدرتنا على الحفاظ على مصالحنا. التغطية لهاجر حاشي. ما حصلش البريكس، احنا رانا ماضيين في الخيارات يعني ماشيين ننضموا للبنك التنمية الجديد، رايحين ندخلوا في منظمة شنغاي، رانا عندنا كذلك مساهمة في رأس مال، هذه ماذا الجزائريين ما يعرفوهاش نقولها لهم، بنك شنغاي للاستثمارات في الهياكل القاعدية، احنا مشاركين فيه. فبالتالي البريكس ظاهرة عابرة، الأساس يزال قائم، الخيارات الكبرى لازالت قائمة، والأطر للحفاظ عليها لازالت قائمة. هذا هو يعني لما نخرج من التعامل مع البريكس كخسارة في مباراة، ولا لا، يعني لما نرجع للأساسيات، الجزائر لازالت لها كل الأطر الكافية للقيام بالدفاع عن مصالحها ومصالحها الدبلوماسية، مصالحها السياسية، مصالحها الاستراتيجية، مصالحها الاقتصادية، وخصوصا في هذا التوجه الجديد نحو آسيا الوسطى وآسيا. البريكس لم يغير أي شيء في هذه التوجهات وفي قدرتنا على الدفاع على مصالحنا داخل هذا التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية. كشف مجمع صنع تراك عن 10 اكتشافات جديدة لحقول الغاز والبترول خلال السداس الأول من سنة 2023، كما أن الشركة تقوم حاليا بعملية تقييم لمردودية هذه الاكتشافات التي ستعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الجاري. أمل زعتري وباقي التفاصيل. مدير الاستكشافات بمجمع صنع تراك ربيع باجي أكد للقناة الإذاعية الأولى أن 10 حقول الجديدة المكتشفة خلال السداسي الأول من هذا العام معظمها تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح لصنع تراك بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج. كما أن المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات التي ستعلن عن نتائجها قبل نهاية سنة 2023. وتتميز صنع تراك بنجاعة الاكتشافات من حيث انخفاض كلفة البرميل الواحد المستكشف والتي لا تتجاوز $1 مقارنة بنظيراتها في عدة مناطق من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود $8. وأكد الناطق باسم شركة صنع تراك أنها برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام أحدث تكنولوجيات، وتم الانتهاء من حفر 23 بئرا لحد الآن على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية. للتذكير، فقد دعمت شركة صنع تراك مكانتها في السوق الدولية للنفط والغاز، وذلك بفضل 15 اكتشافا
خلال سنة 2022. وفي موضوع آخر، نظم الهلال الأحمر الجزائري بشراكة مع مؤسسة أوريدو قافلة خيرية لمختلف الأدوات المدرسية لصالح التلاميذ المعوزين مخصصة للمناطق النائية والمعزولة عبر مختلف ربوع الوطن لا سيما بالجنوب الجزائري. العملية انطلقت اليوم في إطار تسهيل الدخول المدرسي للعائلات المعوزة ورسم البسمة لدى هذه الفئة من المجتمع التي تمثل مستقبل الجزائر. التصريحات رصدتها من النجاة. الهلال الأحمر الجزائري سطر هدف وضعنا هدف أن نوصل ل60,000 محفظة عبر التراب الوطني. إحنا كقيادة كمقر وطني للهلال الأحمر الجزائري نعمل اليوم على 32,000 محفظة سوف ننطلق في توزيعها منذ اليوم. تجدر الإشارة كذلك بلغه كاين 15,000 مئزر اليوم يقوم بخياطته نزلاء المؤسسات العقابية في إطار إدماجهم كذلك في الحياة العملية. معززة بمكانتها كمؤسسة مواطنة، تفتخر أريد الجزائر بدعم الهلال الأحمر الجزائري في تنظيم هذه العملية الخيرية التي تتماشى مع سياستنا فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، حيث تهدف من خلال هذه اللفتة التضامنية إلى تسهيل الدخول المدرسي للأطفال لأطفال العائلات المعوزة لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق المعزولة. قام اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بزيارة تقييم وتفقد لمركز تنمية الطاقات المتجددة ببزراعة، الذي يعكس أو يسعى لترقية الابتكار في مجال الطاقات المتجددة من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. ودعا بداري إلى ترقية الابتكار واستغلال ذلك من أجل التنمية الاقتصادية وخلق مناصب عمل جديدة، وكذا التأكيد على حرص رئيس الجمهورية على إنجاز مكاتب دراسات وفروع اقتصادية في الجامعات ومراكز البحث بمعايير دولية. التصريح في ميكروفون فاطمة زايري. يهتم بتطوير وتقوية ابتكار القطيعة المتمثل في إنتاج الكهرباء بالطرق الغير التقليدية بالثنائي الهيدروجين والطاقات المتجددة. مركز المعايرة بالنسبة للتجهيزات التكنولوجية والعلمية المختصة في التقاط الأشعة الشمسية هو الثاني في إفريقيا، وبالتالي يجب أن نثمنه، خاصة أنه قد تحصل على الاعتماد من طرف الجراك، وبالتالي يمكنه أن يعاير هذه الأجهزة سواء كانت مقدمة من طرف اقتصاديين جزائريين أو متعاملين أجانب، وبالتالي يكون له مدخول بالعملة الصعبة ويساهم في تحسين ميزان التجاري الجزائري. هذا وقام الوزير أيضا خلال هذه الزيارة بتكريم الباحثة الدكتورة أمينة شحتو بعد تحصلها على شهادة الدكتوراه من الأكاديمية اليابانية جيكا. بعد تحصلي على شهادة الدكتوراه في اليابان في الفيزياء في جامعة هيروزاكي في شمال اليابان، الحمد لله قدرت نتحصل على شهادة تربص لمدة شهرين في مجال الطاقات الشمسية. الحمد لله هذه الشهادة حنقدر ندير بها دي فورماسيون للشباب الجزائري المتخصص في مجال الطاقة الشمسية باش نقدروا نضمنوا في مشاريع مستقبلية إن شاء الله ننجح 100%، وكذلك نروحوا للمشاريع القديمة اللي فيها مشاكل نقدروا نصحوها. وبالنسبة للدخول الجامعي، صرح بداري أنه سيتم التحاق الأساتذة يوم 2 سبتمبر، أما البرامج البيداغوجية فسيتم الكشف عن موعد بدايتها خلال الأيام القليلة المقبلة. الدخول الجامعي سنعطي كل التواريخ لاحقا إن شاء الله. بطبيعة الحال الأساتذة سيلتحقون يوم 2 سبتمبر، أما النشاطات البيداغوجية الأخرى سنعطي برنامجها لاحقا في الأيام القليلة القادمة.
وفي خبر آخر، تعلم مؤسسة ميناء الجزائر زبائنها أن مصالحها ستضمن العمل طيلة أيام الأسبوع 24/24 ساعة للقيام بعملية معاينة وتسليم الحاويات، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والعطل المدفوعة الأجر. ودعت المؤسسة زبائنها للتقرب من مصالحها التجارية للقيام بالإجراءات الضرورية المتعلقة بذلك. دوليا، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيترأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، وذلك نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جاء ذلك وفق ما قالته زاخاروفا لوكالة تاس، حيث قالت إن تلك التعليمات صدرت عن الرئيس بوتين. وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين قد قال في وقت سابق أن الرئيس الروسي لن يذهب إلى قمة العشرين. وتتولى الهند رئاسة مجموعة الدول العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستعقد القمة في نيودلهي في الفترة الممتدة بين 9 لغاية 10 من سبتمبر حضوريا، حيث سيدعى جميع زعماء مجموعة الدول العشرين، بالإضافة إلى رؤساء 9 دول أخرى هي بنغلاديش، مصر، إسبانيا، نيجيريا، هولندا والإمارات العربية المتحدة، عمان وكذا سنغافورة. تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف اقتصادية على الطلب على الخام في كل من الولايات المتحدة والصين. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.19% إلى 79.95 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.12% إلى 34.32 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ. قالت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة النفط العالمية تعتزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من سنة 2023. وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة، وهي مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة. أما أسعار الذهب فسجلت اليوم ارتفاعا مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع. ومن الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة. وارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية ب 0.2% إلى 1923.27 دولارا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أوت والذي بلغه أمس الاثنين. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1951.10 دولار. توقعت شركة بي ام اي، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة فيتش سولوشنز، عجزا في المعروض من الليثيوم بحلول عام 2025 مع زيادة الطلب على المعدن. وفي تقرير نشر مؤخرا، أرجعت الشركة العجز لارتفاع الطلب على الليثيوم من جانب الصين. وتوقع التقرير أيضا نموا سنويا بنسبة 20.4% في المتوسط على أساس سنوي لطلب الليثيوم في الصين على المركبات الكهربائية وحدها خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى غاية 2032. وللتذكير، فإن الصين تعد ثالث أكبر منتج للليثيوم في العالم، وهو عنصر أساسي في بطاريات السيارة الكهربائية.
وصل حجم تداول البيتكوين الأدنى مستوى له منذ حوالي 5 سنوات هذا الشهر، حيث يترقب المستثمرون المحفزات للعودة إلى السوق. ويظهر تحليل بيانات كريبتو كوينت من كل بورصة أو من كل من البورصات الفورية والمشتقات أن الحجم الإجمالي لعملة بيتكوين المحتفظ بها في جميع البورصات قد انخفض في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2018، ويكافح من أجل الانتعاش. واعتبارا من 26 من أوت الجاري، فقد بلغ حجم تداول البيتكوين في جميع البورصات 129.307 بيتكوين وفقا لشركة كريبتو كوينت. أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن الطائرة الروسية SG-100 الخالية من الأجهزة والأنظمة المستوردة نفذت أول رحلة لها. ووفقا للمصدر ذاته، استخدم في هذه الطائرة حوالي 40 نظاما وجهازا محلي الصنع بدلا من النظم والأجهزة المستوردة. واستمر تحليق الطائرة 54 دقيقة على ارتفاع 3000 متر، ووصلت سرعتها 343 كيلومترا في الساعة. كما اختبر الطاقم خلال الرحلة استقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها وهي في الجو، كما اختبر نظام التحكم التلقائي في الضغط داخل المقصورة، ونفذ أيضا هبوطا سحابيا وكذلك محاولة الهبوط والارتفاع ثانية وتكرار محاولة الهبوط. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاءكم فيها. وزير الخارجية يقول أنه لا يجب التعامل مع عدم قبول طلب انضمام الجزائر إلى البريكس كخسارة لبلدنا في مباراة لكرة القدم. مجمع سوناطراك يعلن اكتشاف 10 حقول جديدة للبترول والغاز. دوليا لافروف سيرأس الوفد الروسي نيابة عن بوتين في قمة العشرين بالهند سبتمبر المقبل.